السلام عليكم. اليوم مع حلقة جديدة، الحلقة 32 بعنوان كيفية برمجة هاتف بسيط للاتصال بالإنترنت. كما ذكرنا في الحلقة 31 كيفية برمجة هاتف بسيط، لقد قمنا ببرمجة الهاتف على شركة اتصالات موبيليز. اليوم سنتطرق إلى كيفية برمجة الهاتف على شركة اتصالات جيزي. كما ذكرنا في العدد السابق، نقوم بجميع الخطوات. نذهب إلى المعني بارامتر، ثم إلى ريزو، ثم إلى كونكسيون، ثم إلى الإعدادات. ندخل على الإعدادات، نقوم بكتابة الإعدادات كما هي مبينة في الصورة. ديفينير نو، نكتب gz.wap url docsql، نكتب http://172.24.98.10 proxy disactive address، نتركها كما هي 0 port 0 digi 0 second DNS disactive، DNS أو DNS 2 خلوها كما هي. No access GZ Internet، GZ Internet ED utilizator نتركها فارغة مع المود باس، ونقوم بحفظ الإعدادات. أوريك، نخرج ثم نذهب إلى المتصفح لنقوم بتشغيل الإنترنت. ندخل على أي موقع، فيسبوك مثلا، وها هي الإنترنت تعمل بشكل جيد. لقد انتهت حلقة اليوم، نرجو منكم أن تترقبونا بحلقة قادمة كيفية ضبط الهاتف على شركة اتصالات أريدو في الجزائر دائما. وإلى اللقاء، لا تنسوا التعليق والإعجاب بهذا الفيديو، وإلى اللقاء.